وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية إلى آخر الآيات. نحن اليوم في آيات كتاب الله العزيز، حيث تصور لنا معركة أحد في ساعة الهزيمة، كيف حصل مع الصحابة وما هو موقفهم وموقف النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة التي جعلها الله درسا قائما إلى يوم القيامة، يؤخذ منها العبر ويؤخذ منها الأهداف والأعمال، ليكون المسلم الذي يقرأ هذه السورة ليكون الإنسان المثالي في همته وعزيمته وفي إيمانه وشجاعته. فالله تعالى يصور لنا حالة المسلمين عندما ارتد عليهم الكفار. بينت لكم أن المعركة في بدايتها انتصر فيها المسلمون انتصارا ساحقا، هزموا عدوهم حتى فر العدو من المعركة، وانقلب المسلمون يجمعون الغنائم ما تركه العدو من أمتعة وأسلحة وما تركه من أموال، فصار المسلمون يجمعون. وهناك كان الرماة الذين أوقفهم النبي على الجبل ليكونوا حماة للجيش، يحمون مؤخرة الجيش، وقال النبي لهم: لا تفارقوا مكانكم وإن رأيتمونا ركبنا على أكتافهم. وإن كانت الثانية: لو رأيتموهم ركبوا أكتافنا وأكلت لحومنا الطيور فلا تفارقوا مكانكم، خليكم محافظين على حماية مؤخرة الجيش، إن الجيش إذا تقدم يخشى أن يكون وراء الجيش كمين بده يهجم على الجيش، فبده يكون دائما حماية لهم. فلما انتصر الجيش الإسلامي بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام وبتخطيط وتنظيم رسول الله وانتهت المعركة، نزل من أسكنهم أوقفهم النبي على الجبل، نزلوا ليجمعوا الغنائم، فقال لهم قائدهم: أنسيتم وصية رسول الله؟ أما قال لكم النبي: لا تبرحوا مكانكم وإن رأيتمونا ركبنا على أكتافهم؟ فقالوا: أراد النبي إذا انتصرنا
أو ما انتصرنا. ونزلوا ولم يسمعوا كلام القائد الذي ولاه النبي عليهم، نزلوا ليجمعوا الغنائم. والتفت خالد بن الوليد وكان قائد الجيش للمشركين قبل أن يسلم، التفت فرأى الجبل فرغ من الرماة، ليس هناك من يحمي ظهر الجيش، فالتف على جيش المسلمين، وكان عشرا لبعي على الجبل، فهاجمهم وقتلهم ونزل على المسلمين وهم يجمعون الغنائم. وارتد الجيش الذي فر كذلك ارتد، فأصبح المسلمون بين جيش من الأمام وبين جيش من الوراء، التف عليهم المشركون من أمامهم ومن ورائهم، وهم في أمان يجمعون الغنائم، فما وجدوا إلا الخيل فوق رؤوسهم والسلاح فوق رؤوسهم، فتحير المسلمون كيف يتصرفون. فمنهم من هرب في الصحراء، ومنهم من صعد إلى الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم بقوته وشجاعته واقف في آخر الجيش ينادي: يا عباد الله، يا عباد الله، إلي إلي، أنا رسول الله، يا عباد الله. لكن من كثر الهزيمة والخوف والرعب ما سمعوا نداء النبي ولا وعيوا على نداء النبي، والنبي يناديهم والرسول يناديهم في أخراهم، يعني في آخر الجيش، مما يدل على ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزلزل رسول الله، ولم يخشى ولم يخف، بل كان أشجع الجيش وأعظم رجل في الجيش. وقال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كلمة لو وزنت بجوهر الدنيا لكانت أغلى، كان يقول رضي الله تعالى عنه: كنا إذا اشتدت المعركة وحمي الوطيس اتقينا برسول الله، يعني صرنا وراء النبي، هو يكون قدامنا ونحن وراه، وكان أشجعنا القريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الله بكل وجوده وحياته، فلا خشي العدو ولا خشي السلاح ولا خشي الجيش، ولا سال جيش راح وبقي وحده وهو ينادي. وسبب مع أن كانت الأحجار كانوا يضربونه بالأحجار وبالنبل، والنبي ثابت ينادي: إلي إلي، عباد الله، أنا رسول الله. فلاحظوا كيف القرآن يصف لنا هذه المعركة: إذ تصعدون يتولون هاربين، منكم من صعد الجبل ومنكم من هرب في الصحراء، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. لوي الرقبة، إذا الإنسان ماشي وعلم أن هناك من يناديه أو علم أن هناك منفعة بيلتفت أو بيدير الفرس تبعه حتى يرجع يدرك ما فاته. فالمسلمين ما عاد التفتوا، بده بس الفرار، بده بس النجاة. فيصف القرآن المعركة كأننا نشاهدها: الجيش من الأمام والجيش من الوراء، والصحابة في الوسط، والنبي واقف ينادي وهم
يفرون ذات اليمين وذات الشمال، والنبي ينادي إلي إلي عباد الله. إذن ما هذه القوة التي كانت برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هذه الشجاعة؟ يعطي المثل الأعظم أن يكون القائد دائما هو الحامي لجيشه، ما يكون أول واحد يهرب، في آخر الجيش ثابت وهو ينادي مع الحجارة ومع السهام ومع الهجوم، والنبي واقف لا يتزلزل ولا يتحرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشجع خلق الله، ما هاب موتا ولا هاب سلاحا، إنما نادى رحمة بالفارين، لأنهم لو فروا من المعركة فرارا خوفا من الموت لباءوا بغضب، فخشية عليهم من الغضب ناداهم إلي إلي عباد الله. فأنزل الله هذه الآية: إذ تصعدون، أي إذ يعني أذكروا أيها المؤمنون الساعة التي كنتم فيها مع رسول الله، والتف العدو عليكم ففررتم من النبي وصعدتم إلى الجبل، أو فررتم في الصحراء وتركتم النبي وحده في المعركة، لم يبق مع النبي إلا بعض الأشخاص. فالله عم يذكر الصحابة بهذا الموقف لينشر رحمته عليهم وليذكر فضله عليهم، لعلهم أن يشكروا الله على ما أنعم ويتوبوا إلى الله فلا يعودوا إلى مثلها في معركة ثانية. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، ما عم تدوروا على حدا ولا عم تلتفتوا على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، في آخر الجيش النبي عم ينادي يا جماعة يا عباد الله ارجعوا، لكن مين سمعان صهيل الخيل وطقطقة السلاح والضوجة اللي هربان واللي جاي، ما حدا عم يسمع نداء النبي عليه الصلاة والسلام والرسول يدعوكم في أخراكم. هذا درس قبل ما نتمم الآية، نأخذ منا المراد الذي يجب لنا أن نأخذه من الآية، أن القيادة إذا كانت في معركة فالواجب أن نلتف حول القيادة، فإما هلك وإما ملك، إما أن ننتصر مع القيادة أو نموت مع القيادة، أما أن نتراجع ونفر ونعطي العدو ظهورنا فهذا مما لم يرضه الإسلام لجيش أو قيادة. وسواء كان القائد كان قائدا دينيا أو كان قائدا سياسيا، القيادة إما قيادة دينية وإما قيادة سياسية، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. فالإمام إما خليفة المسلمين أو رئيس المسلمين، وإما رئيس دينهم وعالم زمانهم، فهذا إمام وهذا إمام. من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، ومن نزع يدا من طاعة بعد ما بايع بعد ما عاهد انقلب ترك الطاعة وترك الانقياد، جاء يوم القيامة لا حجة له، ما في له سند يدخل به الجنة، بل يؤول إلى عذاب الله سبحانه.
فهي إذا كنا مع المعلم، إذا كنا مع الداعي، هذا بالنسبة إلنا الآن. فإذا كان طلع الدعاية أو مؤامرة أو من أظهر عداء أو حرب على الدعوة، فهل أنت مع من ذكر الدعاية والعداء أو أنت مع الداعي؟ الداعي يدعوك إلى الله، يدعوك إلى دين الله، إلى شرع الله، وهناك أعداء لدعوة الإسلام، أعداء لدين الله. فإذا تآمروا أو أصدروا بعض المؤامرات، بعض الدعايات، فهل تؤخذ بدعايتهم أم تكون مرتبطا مع المعلم، مع الإمام؟ فإن كنت مع الإمام، تحملت مع الإمام، فأنت على الحق وأنت على الإيمان وتموت على الإيمان. أما إن نزعت يدا وأعرضت وصدقت الدعايات فلا حجة لك يوم القيامة ولا مكانة لك في الجنة. فالنبي ينادي إلي إلي عباد الله وهم لا يلوون على أحد، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم صلى الله عليه وسلم. تركوا النبي وحده، معه كم واحد، والكل هربوا. إذا هربوا، مع ذلك جل جلال الله، ما أكرم الله وما أعظم رحمة الله سبحانه، الله ما عاتبهم ولا أنبهم ولا بين نقصهم ولا ذكر فرارهم، بل قال الله تعالى: فأثابكم غما بغم، يعني أنتم أدخلتم الغم على قلب رسول الله، فبما أنكم أدخلتم الغم والهم على قلب النبي فأدخل الله عليكم الغم كما أدخلتم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان غم النبي شيء وكان غمهم شيء آخر. النبي اغتم عليهم خشية أن يعذبوا بفرارهم، غم النبي على أصحابه، خاف عليهم من العذاب، خاف عليهم من الغضب، خاف عليهم من النقمة. هذه الرحمة العامة في قلب المعلم، في قلب الداعي. فالنبي كان غمه على أصحابه أن لا يقعوا في سخط الله أو في غضبه. أما غمهم فكان على أنواع. الغم الأول لما طلعت الإشاعة بأن النبي قتل، أصابهم الغم والحزن وضعفت قوتهم وتشتت جمعهم. الغم الثاني عندما كان السلاح فوق رؤوسهم وقتل منهم كثير لما ارتد عليهم الكفرة، وهذا غم، يلي قتل أبوه، يلي قتل أخوه، يلي قتل ابنه، كمان هذا غم تاني. فأنزل الله عليهم هذا الغم، قال: أثابكم، يعني جازاكم. هون الثواب بمعنى المجازي، يعني جازاكم على فراركم بغم دخل في قلوبكم لأنكم أدخلتم غما على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن الذي يخالف شيئا من شرع الله أو من دين الله أو من مجالسة أهل العلم والمعلم فيدخل عليه الغم بمقدار ما يدخل الغم على قلب المعلم. فكم غم الله أدخل عليهم؟ أولا جازاهم بغم قتل إخوانهم، هذا غم أول. غم ثاني
نصر عدوهم عليهم، كمان هذا غم. غم ثالث ما أصابهم من الجراح، جراح ما عاد حسن الواحد منهم يوقف، كذلك هذا غم. غم رابع ما فاتهم من الغنيمة، لا بقى بدهم غنيمة ولا بقى بدهم مال، بده بس يهرب يخلص حاله. فكل ذلك الغموم لأنهم أدخلوا الغم على قلب النبي بأنهم تركوا أمره صلى الله عليه وسلم، فأثابكم غما بغم. فالمسلم إذن، المسلم هو الذي يدخل السرور على قلب المعلم، لا يدخل هما ولا غما ولا كربا. فالذي يدخل الكرب يصاب بمثله، والذي يدخل الفرح يصاب كذلك بمثله. فمن أراد أن يسر الله قلبه فليدخل السرور على قلب معلمه، لأن الله عز وجل يحيط الدعاة بعنايته ويرعاهم برعايته، فمن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن أساء إليهم أساء إليه، بأن يدخل على قلبه غما وهما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه، لكن الله عاقبهم غما بغم. أنت الآن عم تيجي على الدرس، مجيئك على الدرس نعمة الله عليك وفضل الله إليك وإدخال سرور على قلب المعلم أنك أحببت ملازمتك على الدين. أما إذا تغيبت عن مجلس العلم، تغيبت عن مجلس الهداية، فأولا ضيعت على نفسك الرحمة الإلهية التي تتنزل على المجلس، ثانيا يتأثر المعلم أنك تركت هداية الله وتركت سلوك الطريق إلى الله، ثم يغتم عليك أنك لو ابتعدت عن مجلس العلم لرجعت إلى ذنبك ومعصيتك، فكان لك يوم القيامة الحساب والعذاب. فإذا بيدخل الغم عليه لما أنت بتقصر، أما إذا لازمت وصاحبت فيدخل الفرح على قلبه، وبهذا الفرح يغفر الله الذنوب ويرفع الدرجات. صلى الله على معلم الناس الخير. فأثابكم غما غما بغم. فانظروا أنتم هلأ، الله يدخل السرور على قلبكم، الله لا يغم واحد منكم. الغم والهم يصيب الإنسان فينسيه كرامته وينسيه سعادته وينسيه كماله في الحياة. متى دخل الغم ضاع منك كمالك، ضاع منك عقلك. الغم ينسي الإنسان حياته، ينسي الإنسان أهله. لذلك صلى الله عليه وسلم قال: الهم نصف الهرم. الهم نصف الهرم. إذا أصابك هم فكيف إذا أصابك الغم؟ ضاع منك كل ما تطلب. فأثابكم غما غما بغم بسبب معصيتكم. عملتوا المعصية بمخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فكافأكم عليها بفقدان الدنيا وفقدان المال. فلا لا المال جمعوا ولا النبي حفظوا. بدون المال ما وصلوا إلى المال، ولا حفظوا رسول الله، بل فروا من المعركة بمخالفة بسيطة. واللي خالف كلهم يا ابني 40 واحد، أن النبي كلهم وقفهم 50 واحد على الجبل، نزل منهم 40 وبقي على الجبل 10 أو 12 يلي بقيوا. فهالمخالفة 40 واحد خالفوا،
كاد الإسلام أن يفنى، وكاد النبي أن يقتل، لكن الله أحاط النبي بعنايته وأحاط النبي برعايته، ودين الله الله أولى بحفظه، فحفظ الله النبي وحفظ دينه، ثم نشر الإسلام في العالم كله. فأربعين واحد خالفوا، ممكن واحد يخالف فيعمل تشويش في مسيرة الدعوة. واحد مثلا في عنده سهرة، بالسهرة اتكلم، حكى كلام غير ما سمع من المعلم، أو نهج غير نهج المعلم. فنهج المعلم مثلا تعليم الإيمان، حب الله، ذكر الله، خشية الله، طاعة الله، فهو نهج بده يقاتل وبده يحارب وبده يعمل وبده غير المسيرة، فهذا ارتكب معصية. والمعصية الكبرى أولا سيقع بها، ثم لح يصير في الدعوة اللي معه لح يتشتتوا ويتفرقوا ويتركوا أنهن سلكوا مسلك الإيمان، وجدوا المسلك تحول عن الإيمان. فكل من خالف أمر الدعوة أو أمر الداعي فالله يدخل عليه غم الدنيا فلا يدركها، وهم الآخرة فلا يحصلها. فلا الدنيا بيدركها ولا الآخرة بيحصلها، ويصبح من فقراء الدين والدنيا. بينما من استقام على طاعة الله واستقام على دين الله وعلى شرع الله، فالله يعطيه الدنيا بكاملها خادمة له، ويعطيه الآخرة تتقرب إليه راغبة به. هذه الآية إلنا الآن، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. حصل في اتهام، اتهموا سيدنا أحمد الرفاعي، قالوا له يا مولانا صار عندهم من المريدين 70,000 واحد من المريدين، هذا بده يعمل عليك انقلاب وبده يخلصك الملك، الناس بيحبوه وبيرقدوا وراه وبيتعلقوا فيه أكثر من تعلقهم بالملك، فهدول بده يعمل فيهم انقلاب. فالملك خشي على مكانته، لكنه أرسل وراء الشيخ ليأخذ منه الوعي بما يريد. فلما أتى الشيخ قال له بلغني أن المريدين عندك بلغوا 70,000 مريد، صحيح؟ الشيخ ما بيكذب. فالشيخ قال له لا يا سيدنا، قال له المريدين عندي كل 1.5. قال له بلغني انه المساجد ما عادت وسعتك، عم تعمل الدرس بالصحراء. قال له صحيح. وكان هدول اللي عم يحضروا شو؟ قال له هدول كل مستمعين. مستمع هذا كلمة حلوة بتجيبه، وكلمة شوية جافة بتهربه. إذا الشيخ عبس بوشه ما عاد يجي، وإذا الشيخ طلب منه مصاري ما عاد يجي، جاي بس يسمع ويدير ظهره ويمشي. أما المربى قال له 1.5 بيناتهم كلهم. الملك ما اقتنع، قال له شو الدليل؟ بدي دليل أنه 70,000 يطلعوا 1.5، ما معقول. قال له الدليل طالع دعاية وانشرها في البلد ان الشيخ متآمر على الدولة، وكل واحد مع الشيخ بدهم يسحبوه. طالع هالدعاية وقال له بعدين تصلك الاخبار شو بيصير. فطلعت الدعاية، كان يتعبى الصحراء وقاعدين بدهم يستمعوا، وقت الدرس ما حدا اجا، ما حدا اجا، وطلعت دعاية انه الملك ماسك الشيخ وحاطه عنده. فكل واحد من جماعة الشيخ بده يبطش فيه.
هذا يقول أخي ما دخلنا، وهذا يقول أخي عيفنا، وهذا يقول أخي يصطفلوا، ونحن ما دخلنا بلا، خلينا لحالنا، وأهل حمد تندب حمد، وكل عنزة معلقة من كرعوبة، وصارت تطلع على الدعايات بقى. فتشتتت الناس، ما عاد حدا أجا. الشيخ قاعد هو والملك بالقصر، وإذا بيجي واحد معه خنجر بيصل لقدام القصر بيرد يرجع، بيرد بيقرب بيرد يرجع. فالشيخ قاعد مع الملك قال له هاد نص مريد جاي بده يخلص الشيخ، عم يصل للقصر عم يتذكر بطش الملك وقوة الملك، بيرد بيقول الله بيخلصه مرتين ثلاثة أربعة، بعدين تركوا مشي. قال له فوض الأمر لله وتركوا مشي. شوية رخال بيجي كسار حطب حاطط البلطة على كتفه جاي دغري بده يفوت الحرس، منعه طرق الحرس هيك رماه هون ودخل دغري. الشيخ قال له الملك قال له هذا المريد، انتبه انتبه، إذا كان ما بتعطيه سؤله بضربة واحدة بيهد القصر كله. هذا مريد، هذا جاي بقوة الله، انتبه منه. فات دغري ملك فتنه، شو خير؟ قال له بلغني ماسك الشيخ يا بطارع هلا يا اما والله الضربة واحدة بدأ الأصل كله فوق. قال له وقف طول بالك طول. فسأل الشيخ قال له شلون بضربة واحدة بده يهد الأصل؟ قال له الضربة اللي رح يضربها بقوة الله ما بقوته، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا جاي كله ممتلئ بنور الله، ممتلئ بهيبة الله، جاي غير على دين الله، يريد الله لا يريد شيئا غيره. قال له لذلك طلع الشيخ لأدنى قال له ابني ما في شيء، لا لا تخاف الأمر. قال له بتطلع معي؟ قال له بطلع معك لا تخاف. فصدق الملك انه واحد ونص، قال له مع السلامة. اما هذنك وينهم؟ ما عاد حدا اجى على الدرس، خافوا من بطش الملك او خافوا من بطش. هكذا يا ابني الدعايات اذا طلعت في كتير من اللي بيطلعوا من الفراطة، اما اللي بيطلعوا من الواحد ونص كم واحد؟ هذا سيدنا احمد الرفاعي قدس الله روحه ونفعنا الله به، 70,000 طلع منهم واحد ونص. ما انتم كم واحد بيطلع منكم؟ الله يعفي عنا. فالمؤمن يا ابني لا يهاب، ما دام يعلم انه على الحق فيبقى على الحق حتى يلقى الله. هذا اذا كان مؤمن وعرف انه على الحق. اما اذا كان مالك واثق انت على حق او على باطل، فهذا مذبذبين بين ذلك، مرة بيروح ومرة ومرة بيرجع، فضي بيجي على الدرس، ما فاضي ما بيجي على الدرس، هذا ما لا اعتماد عليه. الدعوة يا ابني ما بتعتمد على واحد بيسمع وبيمشي، الدعوة بتعتمد على واحد ارتبط واحب واخلص وصدق وتعلم وتفقه ثم قام يدعو الى الله ويبلغ دين الله، هذا الذي يعتمد عليه. مر النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة، قاعد في مكة ما شاف إلا سيدنا الزبير جاهز حامل السيف وراكد عم يلهب، لما شاف النبي وقف الحمد لله الحمد لله. النبي قال له خير شو بقى؟ قال له بلغني أنك قتلت. النبي قال له شو كنت حتساوي؟ قال له والله أقسمت أن لا أدع من قريش أحدا، بدي أفنيهم كلهم لأقتلهم كلهم. قال له أنت بتحسن عليهم كلهم يا؟ قال له نعم بيقاتل الكل. النبي يصيبه أذى؟ يا سلام، شو هالحب هذا يلي أحب النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو بكر لما أحب النبي شو عمل؟ هل ترك النبي يدخل الغار لحاله؟ ما خلاه يدخل، دخل قبل منه حتى ينظف له الغار من الحشرات،
شرح توبه وكنس الغار بتوبه حتى ينظف له الغار. وبعدين شاف في ثقوب صار يمزق الصوت تبعه ويسكر الثقوب تبع الجبل حتى ما يكون حشرة تأذي النبي عليه الصلاة والسلام. إلا ثقب واحد ما مبى في انتهت الخرقة، فقعدوا سدوا برجله، سد الثقب برجله حتى لا يؤذى رسول الله. هذا الحب، الحب دائما أن تفدي من تحب بحياتك وروحك إذا كان مخلصا في حبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحط أجره، ولما النبي نام على ركبته في ثعبان بده يطلع لكن مسدود الغار، فعض سيدنا أبو بكر من رجله ودخل السم، وأفعى الجبال سمها سم قاتل، دخل السم في بدن سيدنا أبو بكر واختلط بالدم واحترق الدم بالسم صار نار. فسيدنا أبو بكر من شدة الألم بكي بدون إرادته، فنزلت دمعة على خد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي نايم على فخذ سيدنا أبو بكر، فصحي النبي، خير يا أبو بكر ليش عم تبكي؟ فقال يا رسول الله لأغدرتني أفعى، خير إن شاء الله هات إجراك. فأخذ شيئا من ريقه ومسح له فبرئ جرحه وكأنه لم يكن شيئا. يا ابني هذا شيء نحن إذا منتصوره شلون صار أفعى ودم عما يغلي فيه السم بشوية ريق من النبي يهدأ ويسكن ما عاد في ألم. نعم هكذا يصنع الحب. فيا هل ترى لو كان المؤمن محب نحن ما بدنا تلدغك أفعى، يا ترى إذا وجعك درسك تجي على الدرس؟ درسك إذا وجعك تجي على الدرس؟ راسك إذا وجعك تجي على الدرس؟ في واحد بيتكسلن إذا ضيف إجا ما بقى يجي على الدرس، وفي واحد مريض بالفراش لو كان على أي حال بده يحضر المجلس لأن الشفاء في مجلس الإيمان. فهم درجات عند الله، كل واحد له حال. أنا بعد فضل الله وتوفيق الله أسأل الله أن يثبتني وإياكم، صلي مع شيخي حول 54 أو 55 سنة ما بعرف في مرض تركت مجلس العلم، لا في مرض ولا في تعب ولا في قلق، إنما فقط عندما أسافر بترك المجلس. أما وأنا موجود ما ممكن، مريض والمرض إلى أعلى درجة في المرض ما تركت المجلس وأتيت إليه. هذا من فضل الله وتوفيق الله، الله يجعلنا من الصادقين في محبة الله. فأسابكم غمًا بغم، يعني بيترك يا ابن المجالس بيصيبه الغم بيصيبه الهم بيقع في ضيق بيقع في شدة. واقرأوا قول الله، قول الله واضح بين صريح، يقول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري، ذكري يعني عن القرآن وعلوم القرآن وهداية القرآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة شدة شديدة، فقر وشدة وضيق ضيق صدر، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فضيق الحياة من بعدك عن مجالس العلم، من بعدك عن مجالس الإيمان، هكذا تضيق الحياة ويضيق الصدر ويكسر الغم ويكسر الهم، لأنك فارقت مجلس الإيمان. الإيمان يشرح الصدر ويسهل الأمور ويقضي الحوائج. فإذا المؤمن عرف ما معنى مجالس الإيمان لا يفارق مجلس الإيمان وإن كان في حالة النزع. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم كان أحدهم
في حالة النزأ، فينادي إلى رجلين يحملانه عن اليمين والشمال ورجلاه تخط الأرض حتى يأتي إلى مجلس العلم، فيقول أنت مريض، والله قال ليس على المريض حرج، قل ما دام في مين يحملني يجيبني على المجلس فلست بمريض، ولا أن أموت في مجلس العلم أحب إلي من أن أموت وأنا في صلاتي. فالصلاة أفضل من مجلس العلم؟ قال لا، في مجلس العلم. هكذا فقهوا دين الله، وهكذا فقهوا الإسلام. فالله يخبرنا بذلك لننتبه، إذ تصعدون، ديروا ظهركم عن العلم عن الهداية، ولا تلوون على أحد مشان دعاية مشان مؤامرة، ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، الداعي عم يبلغ عما يوضح، عم ينادي قوم إلى دين الله إلى فقه القرآن، ما لبى، التفت إلى الدنيا وانشغل عن الهداية وسارع إلى مرضات النفس، فأثابكم غما في صدوركم وغما في أفكاركم وغما في دنياكم وغما في أرزاقكم، فأثابكم غما بغم يلي أدخلتوا على الداعي. ليش؟ هل قال لكي لا تفرح، لكي لا تحزنوا على ما آتاكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. هون الآية دخيل الله، ما أعظم كلام الله. الله عز وجل ما ذكر عتابا لهم، ما قال لهم ليش تركتوا النبي، ما قال لهم ليش فارقتوا أماكنكم، ما قال لهم خالفتوا أمر النبي، ما بين لهم عتابا ولا ذكر لهم عقابا، إنما الله برحمته وبفضله قال ما أصابهم بذلك إلا ليكفر عنهم السيئات، قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. فاتهم الغنيمة، وفاتهم النصر، وفاتهم العزة والرفعة، وفاتهم حماية النبي، قال لا تحزنوا حتى ما تزعلوا، لا تزعلوا على ما فاتكم، لأن التأسف على الفائت يزيد الإنسان مصيبة. فقدت شيء وزعلت، زدت على مصيبتك مصيبة ثانية. واحد الآن مثلا مات أبوه، ماتت أمه، هذا فقد ومصيبة، لكنه أتبع المصيبة بحزن وبكاء وندب وترك الأكل، وحده فوق وحده، صار غم فوق الغم وبتليد، وهذا بلاء. فلك أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أن ترضى بقضاء الله، فإذا رضيت بقضاء الله مرت عليك المصيبة وأنت في سلام في دينك ودنياك. أما إذا مرت المصيبة وزدت عليها مصيبة تانية غما بغم، الغم يسبب في الإنسان مصائب كبرى. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم يعني من الغنيمة، ولا ما أصابكم من الجراح والقتل، قتل الأهل والجراح في أبدانكم، كمان لا تحزنوا. فكأن الله يخاطبهم أن ما أصابكم هذا بسبب جنايتكم، أنت يلي خالفت وأنت بدك تتحمل جزاء المخالفة، فاللي بيرتكب ذنب بده يتحمل فرك الإذن، بيرتكب خطيئة بده يتحمل طيارة، بترتكب معصية بتتحمل عصاية، فأنت أذنبت وأنت بدك تتحمل. وليش هل هالتأديب؟ أراد الله شيئا
هو أن يمرن الصحابة على الصبر، تمرين للصحابة. المعركة اللي صارت والهزيمة اللي صارت قد مشان تصبروا، تتحملوا الصبر، تتحملوا الصدمات، تتحملوا المحن، اتقابلوها بالرضا عن الله، اتقابلوها بكل قلب راضي عن الله. لا تحزن، لأن الحزن يذهب الإيمان والعافية. لا تحزن، على إيش عم تحزن؟ من المقدر ومن المدبر؟ فحزنك معناته عدم الرضا على الله. لا، نحن بنرضى عن الله، فقال لهم أنا ابتليتكم حتى تتمرنوا على الصدمات، تتمرنوا على الصبر، تتمرنوا أن تكونوا صامدين عند المكاره، تصمد. مصيبة، هزة، زلزال أصاب إيمانك، قلبك صبور، الصبر بتزول الشدة وتبقى على إيمانك. أما إذا تزلزلت وارتعشت وتركت، فمعنى ذلك فوق فقدان الدنيا بتفقد فوقها دينك. في واحد بيصيبه مصيبة ما بيتحمل، بيروح بيشنق حاله. طيب إذا شنق حاله يعني رجعت له الحياة؟ مشان يقتل حاله، كأنه ما نجح. يعني إذا شرب السم ومات نجح يعني؟ لا، صار في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، ما بقى في طلع من النار، لأنه هدم بناء بناه الله سبحانه. فمعنى ذلك إخواني، إذا أصابك المصيبة خليك صامد راضي عن الله، ارضى بتقدير الله، وانظر بنظر اليقين أنه لا يجري في الوجود ذرة إلا بعلم الله سبحانه، لا يكون شيء في الحياة إلا بعلم الله. فما أصابك من نعمة فمن الله، وما أصابك من محنة فمن الله. فبدأ تكون صابر وراضي. فالصمود والصبر يسقلان الرجال، بيجعل الرجل بطل، بيجعل الرجل صامد كأنه الجبال. أول صدمة وتاني صدمة وتالت صدمة، كشو ما بتحرك، شو جبل؟ الإيمان أثبت من الجبال، الإيمان أثبت من الجبال. الصحابة ما بلغوا المكان اللي بلغوه إلا بصمود وصبر. فلما الصحابة عم يصل في المعركة عم تنقطع ايده ماسك العلم، اجى السيف قطع ايده، ما قال اخ ولا صرخ، مسك العلم بايد الشمال وقام هاجم، ايده راحت ما سأل عنها، حمل العلم بايد الشمال ومنطلق. اجى سيف تاني ضربه على ايد الشمال، ما سأل عن إيده، أخذ العلم بالعضدين، حمل العلم بعضديه. كل ذلك دفاعا عن دين الله. لا سأل عن قطع الإيد ولا كسر العظم ولا جرح، ولا بده دين الله. فبهالصمود وصلوا الإسلام إلنا، بهالصمود صارت بلد الشام بلدة الإيمان، بلدة الدين، البلد التي تحامي عن دين الله. هذا بصمود وصبرهم. أما لو تراجعوا وانهزموا لما وصل الإسلام إلينا بهذا الشكل. لكي لا تحزنوا على ما أصابكم في المعركة من قتل أو هزيمة، ولتعلموا أن الله قد عفى عنكم. وإذا الله عفى فمعناته ليش لتغتم
الله عفا وما عاتب، ما دام عفا فلتكن دائما في سرور الرضا عن الله، لأن المصائب دائما يا أخواني، المصائب هي مفاتيح للمغفرة، هي مفاتيح لرفعة الدرجات. وكلما أصابتك محنة اختبأ تحتها منحة، كل محنة يختبئ تحتها منحة، يعني هدية إلهية، مغفرة، رحمة، رفع الدرجات، قرب إلى الله، أن يجعلك من الصادقين، من الصابرين. هذا إذا صبرت وإذا صدقت في سبيل الله عز وجل، لكي لا تفرح على ما لكي لا تحزنوا على ما أصابكم، ولا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة، ولا ما أصابكم من الجراح والهزيمة. معناتها شو لازم؟ لازم تآمن أنه هذا قدر الله، والقدر هيك الله بده. طيب النبي يصاب؟ نعم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى إنفاذ قضائه، إذا أراد الله تعالى إنفاذ قضائه وقدره، قدر قدر، قضى قضاء وبده ينفذ القضاء، شو بيصير؟ قال: سلب ذوي العقول عقولهم، بيسحب منك عقلك وتفكيرك، ما عاد توعى شو بدك تساوي. سلب ذوي العقول عقولهم حتى ينفذ فيهم قضاءه وقدره، حتى ينفذ فيهم قضاءه وقدره، قضاءه وقدره، حتى ينفذ فيهم قضاءه وقدره. إذن العقل وين صفي؟ سلب العقل، سلب التفكير من شان ينفذ القضاء. الله أكبر، وين أنا عقلي؟ وين تفكيري؟ ما بقى في وعي. حتى ينفذ فيهم قضاءه وقدره، فإذا أمضى أمره، فإذا أمضى أمره ونفذ يعني القضاء، رد إليهم عقولهم ووقعت الندامة. شلون هيك عملنا بحالنا؟ شلون هيك ساوينا؟ شو صار فينا؟ إن خلاص نفذ القضاء. فمعناها إذا أراد الله شيئا كان ولا بد أن يكون. فارض بما قدر الله، ارضى بما حكم الله، والحمد لله. قضاء الله كله وقدر الله كله من أجل عزتك وسعادتك. ما في قضاء الله يقضيه على الإنسان إلا في من ورم منه ثواب، ما في شيء بيروح. ابتلاك ببلية ليغفر لك الذنوب، أصابك مصيبة ليرفع لك الدرجات، فقدت حبيب ليعوض عليك، فقدت أهل ليكرمك في دينك أو دنياك، فما في شيء بيضيع عند الله. لذلك ارضوا بقضاء الله بما قدر. بعد ما الإنسان بيهيئ، بعد ما بيفكر، بعد ما بيدبر، إذا حصل شيء نقول قدر الله وما شاء فعل. وإياك ولو، فإن لو تفتح باب الشيطان. لو عملنا كذا ما صار فينا كذا، لو رحنا كذا ما صار معنا كذا. اوعى كلمة لو بعدوها، هي بتفتح باب الشيطان، بتخليك تنتقد على الله، ليش هيك الله عمل فينا، ولو ما عملنا هيك ما صار فينا هيك. فإياك ولو، قدر الله وما شاء، وما شاء فعل. فإذا المؤمن يا ابني، المؤمن هو مع الله في جميع أحواله، سواء في السرور أو في الحزن، في الرضا أو في الغضب، في العطاء أو في المنع، هو مع الله. لا يحزن على ما فات،
لأنه يتيقن أنه لو قدر له لناله، لو كان قدر العطاء لك كنت أخذته، ولكن ما قدر، وإذا ما قدر لا تزعل، معونة الله هذه موجودة مع المؤمن، فإذا أراد لك الخير أصابك، وإذا ما قدر إليك فلا تظن أنك تحسن تصل إله. مر معي حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله على رسول الله، قال: لا تعجل إلى شيء تظن أنك إن استعجلت إليه أنك مدركه. بدك تلحقه، بدك تستعجل، بركي بتحصله. قال: لا تعجل إلى شيء تظن أنك إن استعجلت إليه أنك مدركه، وإن كان الله لم يقدر ذلك. إذا الله ما مقدره ما ممكن، مهما ركدت ومهما استعجلت يلي إلك إلك، محرم على غيرك، ما بتحصله ولو ركدت. قال: ولا تستأخرن عن شيء، ولا تستأخرن عن شيء تظن أنك إن استأخرت عنه أنه مدفوع عنك، أنه بعد عنه حتى ما يصير، بعد عنه، وإن كان الله قد قدره عليك. المقدر إذن لابد. في ناس بيقولوا ابني، في ناس بيحكوا يقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذه لا تجوز يا ابن، لا يجوز للمسلم أن يقول هذه الكلمة. بتقول: اللهم إني أسألك رد القضاء واللطف فيه، أما لا أسألك رد القضاء يعني لأنك عاجز ما بتحسن، فمعناته عم ينسب الله إلى العجز. فالله عاجز؟ لا، الله قادر. وما الذي يرد القضاء؟ الدعاء يرد القضاء. فإذا بعد كل صلاة دعوت فالدعاء يرد القضاء، يصعد الدعاء وينزل القضاء، فيعتلجان في السماء بيتخانقوا، فيرفع الدعاء القضاء. فأنت إذن ادعي واطلب من الله واسأل من الله: اللهم لطفك، لطفك الذي عودتني، اللهم الطف بنا لطفك بأوليائك. أما أن تقول: اللهم لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه، بتقولوها ولا لا؟ كتار بيقولوها، هاي ما بيجوز. هذه لا يجوز للمسلم أن يقولها، لأنه بينفهم منها أن الله عاجز أو أن الله لا يستطيع رد القضاء. فنقول: اللهم نسألك رد القضاء واللطف، واللطف فيه. فإذن المؤمن يجب أن يكون متوكل على الله، واثق بالله، معتمد على الله، صاحب يقين بأن الله عز وجل ما ابتلاك ببلاء إلا أراد لك به كفارة عن الذنوب أو رفعة للدرجات، وإن أعطاك عطاء ليمتحنك هل أنت شاكر للنعم أم غير شاكر. فالمؤمن إذن واثق بالله، معتمد على الله، يصمد أمام المتاعب مهما كانت المصاعب، خليك صامد. الرجال اللي ما بيتزلزلوا، الرجال اللي بيثبتوا، هذا الرجل أما مجرد ما حكوا عليه أما بقى بدي الشغلة، أخي حكوا علينا، هذا طفل. أما واحد جيته أول هزة وتاني هزة ورابع هزة، هذا الرجل راسخ كالجبال أمام المتاعب، أمام المصائب، يثبت عند المحن ولا يتزلزل مهما كانت الفتن. هذا الذي يستطيع أن يبدل الهم إلى فرح وسرور.
صلى الله على رسول الله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. الله خبير بما تعملون، يعني ماذا عملتم في ترك أمر النبي عليه الصلاة والسلام والسعي وراء الأموال، فالله عليم عليم بذلك. مع ذلك الله عز وجل عفى عنهم، عفى عنهم، وهذا درس إلنا لنتخلق بأخلاق الله. أن إنسانا لو أخطأ معنا أو أساء معنا أو أذنب معنا أن نعفو عنه، ننبهه ولا نعاتبه، نذكره ولا نؤنبه. هكذا يجب أن نتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ليس من أحد إلا وهو يحزن ويفرح. كل الخلق مرة بيفرح ومرة بيحزن، لكن المؤمن يجعل مصيبته صبرا لا ضجرا. إذا أصيب بمصيبة يعطيها صبر، أما ما بيضجر، ليش هيك الله سوى فينا وما عنا نتحمل ولا حنقتل حالنا وبدي اتسمم والله يصف عمره والله يخلصه من الحياة، ليش كلها؟ المؤمن مصيبته اللي بيصيبها يعطيها صبرا لا ضجرا. وأما الغنيمة والنعمة فيقابلها بالشكر لا بالبطر، يشكر الله على ما أنعم، لا يبطر بالنعمة ولا يظهر فضل النعمة أنه خير من غيره. وقال علي، وقال جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه: يا ابن آدم ما لك تأسى على مفقود لا يرده عليك الفوت. شيء فات منك وفقدته، ليش زعلان عليه؟ شو ليش زعلان؟ راح منك، زبدية انكسرت، من حط الحزن بالجن ومن خاني ومن بهدل. طيب كل الزعل ترجع، ترجع الزبدية؟ ما برجع. اذا شو لازم تعمل؟ النبي عطاك علم، قال لك لا تضربوا إماءكم على كسر الآنية فإن لها آجالا كآجالكم. كاسة إلى أجل، زبدية إلى أجل، فإذا إلى أجل فمعناتها لا تحزن على ما فات. فما لك تأسى على مفقود لا يرده إليك عليك الفوت، أو تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت. فرحت انه اجاك نعمة، اجاك مال، اجاك بعدين اجا الموت، يا ترى رح يبقى لك؟ فخلي المؤمن يا ابني مرتبط بالله، اجت النعمة نشكر الله، راحت النعمة نذكر الله وبنصبر على ما ابتلى. فالمؤمن مع الله على كل حال، إذا أتته النعمة شكر، وإذا فقد النعمة صبر. فالمؤمن مع الله على كل حال، والله خبير بما تعملون. سواء طبقت الدرس، عملت بالدرس، ما عملت، الله مطلع عليك، خبير بنيتك. الخبير هو المطلع على الخفايا، على خفايا النفس، الله مطلع عليها. شو نيتك؟ أن تعمل أو لا تعمل، أن تطبق أو لا تطبق، الله خبير. خبرة بنفسيتك وروحانيتك، بما تعملون من الأعمال الظاهرة أو الأعمال الباطنة. وبذلك قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لسيدنا أبي بكر الصديق:
خدوها هي هدية الدرس. قال سيدنا علي لسيدنا أبي بكر الصديق: يا خليفة رسول الله، بما بلغت هذه المنزلة، صرت الصديق أنت وصرت خير الخلق بعد رسول الله، بإيش وصلت الله حتى سبقتنا سبقا لا تدرك به؟ ما حدا لح يحسن لحق. شو هالعطاء هذا؟ أنت الوحيد بعد الأنبياء كلهم، لو اجتمع الخلق كلهم ما عدا الأنبياء ووزن كل الخلق من عهد آدم إلى قيام الساعة وزنوا بسيدنا أبي بكر، لوزنهم أبو بكر الصديق وزاد عليهم. قال له بإيش؟ شو عملت لحتى وصلت لهالحال هذا؟ يعني هلا إذا سمعتوها شو معناتها؟ يعني إذا بتتصل بها الصفات لح تصير صديق الزمان. في كل زمن في صديق، فممكن تصير صديق الزمان بهذه الصفات. إذا سيدنا أبو بكر عمل فيها، فتش أنت على نائب لرسول الله واصدق معه هذا الصدق، بتحصل صديق الزمان. فقال له شو اللي عملته؟ قال بخمسة أشياء، خمس أشياء يلي وصل لهالدرجة هي. سيدنا أبو بكر إذا مخلص معنا ولا ما مخلص؟ الله يرضى عنه. عم يعلمك هو شو الطريق اللي سلكه مشان أنت تسلك مسلكه. فإذا سلكت المسلك خمسة تأخذ مية على مية، أربعة بتأخذ 80%، ثلاثة بتأخذ قديش؟ 60%، ما هي؟ تأخذ واحد بتأخذ 20%. فشوف قديش بتحسن تطبق من هذه الخمسة. قال أول واحدة: وجدت الناس صنفين، مريد الدنيا ومريد الآخرة. صنفين، مريد الدنيا ومريد الآخرة. فكنت مريد المولى، يعني أراد الله، أراد الله. فالله عز وجل خلاه يفتقر بالدنيا، أعطاه الدنيا وجعله ملك العالم العربي لأنه أراد الله. فدنيا وآخرة، بدك الدنيا ولا الآخرة؟ مع أنه كان تاجر رضي الله عنه وأرضاه، كان تاجر أراد الله وترك التجارة، ولما صار خليفة انتخبوه خليفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، خليفة المسلمين. تاني يوم حمل القماشات ونازل على السوق، نازل على السوق، شافوا سيدنا عمر قال له شوها؟ قال له صرت انت خليفة المسلمين، ملك البلد. قال له اذا كان بدي طعم عيالي، فاذا جوعت عيالي فانا اضيع للمسلمين. قال له ارجع ونعمل لك معاش، نعمل لك معاش. فاتفق سيدنا عمر وبعض الصحابة، عملوا له 3 ليرات شهريا بالشهر، 3 ليرات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دفعوا له 3 ليرات. لكن لما وصل إلى الموت رضي الله عنه، طلب أن يردوا يلي أخذوا من بيت المال، يردوا له يا معاش السنتين وست شهور، رجعوا لبيت المال. فبكى سيدنا عمر وقال: لقد أتعبت ما بعدك يا أبا بكر. واحد يشتغل ببلاش، ببلاش لله. فلما أراد الله رفع الله منزلته وأعز كلمته. أي واحدة تشنو عليها؟ دنيا ولا آخرة؟ الله يوفقنا، اطلب من الله التوفيق. أمي قول والله أنا بدي الآخرة. بدك الآخرة؟ بدها يا ابني، بدها تعب. سيدنا أبو بكر ما طلب هيك. سيدنا أبو بكر سهر الليالي بذكر الله، سهر الليالي حتى ما بقي في وجوده ذرة لغير الله. أما أنت على جهلك بدك الآخرة، ما بيصير.
تاني واحدة قال مز دخلت الإسلام ما شبعت من طعام الدنيا، لأن معرفة الله شغلتني عن لذائذ طعام الدنيا. ما في شبع، عم ياكل قوت شيء قوت حاله بس للعمل، أما يعبي البطن يشبع ينتفخ لا، بس قوت للعمل، أنه انشغل بمعرفة الله، ومتى ما القلب تعبى بالله ما عاد فيه إيميل إلا بمقدار ما يقيم أوده في الحياة. ثلاثة قال مز دخلت الإسلام ما رويت من شراب الدنيا، لأن محبة الله أشغلتني. كمان الشراب تشرب، لكن يا ابني ما من شان ترتوي، تشرب من شان تقوم بدنك على الطاعة، الأكل لتقوية الجسم على الطاعة، والشراب لتقوية الجسم على الطاعة، فبدك تأكل وتشرب لله ما لنفسك، هذا المعنى. أما ما بيترك أكله وشربه، بيشرب لله ليزداد قوة على طاعة الله، بيأكل ليزداد قوة على طاعة الله. هاي ثلاثة. الرابعة قال كلما استقبلني عملان، عمل عمل الدنيا وعمل الآخرة، قال اخترت عمل الآخرة على عمل الدنيا. يعني اجاك طلبين، طلب باقي وطلب فاني، ايهما تقدم؟ اجاك طلبين، طلب بتربح منه 100 ليرة وطلب بتربح منه 10,000، انو بتفضل؟ انو شو؟ 10,000. بدك تتزوج، خطبت تنتين، واحدة فقيرة ما معها شيء، واحدة غنية وجميلة وعندها سيارة وبيت، انو بتطلب فيها؟ انو اللي بتاخدها؟ الثاني. طيب واجاك عمل للدنيا تربح فيه مربح، واجاك مجلس ايمان وعلم تتقرب به الى الله، انو بتفضل؟ هون هديك بتركض ورا الدنيا، هون دنيا وهي اخرة. طيب واذا جيت على درس العلم بده تروح المربح منك، اذا بتعتقد بده يروح المربح فانت ما فقهت دين الله. يا أحبابي الرزق، الرزق ما مسوكر، ويلي إلك محرم على غيرك يا ابني. فلو جيت للدرس بتصمد بكرة تاني يوم بيجي بيشتري من عندك، يلي إلك إلك، والله لو بتغيب سنة بترجع بتاخده، أما اللي ما إلك لو حرصت عليه ما لح تربح. فعمل الدنيا وعمل الآخرة، فقدم دائما الباقي على الفاني. وآخر واحدة الله يرضى عنه، هاي ما لحت أسنو عليها، أنه والله سيدنا أبو بكر دفع يا أبي، دفع وحصل. آخر واحدة قال صحبت النبي فأحسنت صحبته، صاحب النبي لكن أي صحبة؟ ما بقى في الوجود مين يماثل حب النبي في قلب سيدنا أبو بكر. لما ضرب سيدنا أبو بكر دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، نزلوا فيه ضرب بالنعال، شلحوا النعال وصاروا يضربوه على وشه بالنعال وعلى رأسه حتى أغمي عليه، غط ما عاد فيه وعي، حملوا للبيت قالوا مات من شدة الضرب، وبقي إلى صباح اليوم الثاني غايب ما وعيان. لما فتح عيونه أول كلمة قالها قال لهم كيف حال رسول الله، اسأل عن حاله
سأل عن نفسه، سأل عن حبيبه قبل ما يسأل عن نفسه، كيف حال رسول الله؟ قالوا له اسأل عن حالك أنت. قال أخبروني. قالوا له بخير. قال أنا بخير. كل ما يمد إيده على لحيته يطلع خصلة شعر يطلع فيها ويقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام، خصلة شعر من كثر الضرب. فبده النبي ما بده نفسه، هيك الحب علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فصاحب النبي فأحسن الصحبة. لما النبي أسري به كان أبو جهل كل يوم يجي لعند النبي يقول له شو الأخبار عندك اليوم، شو عندك اليوم من أخبار؟ فصباح الإسراء قال له شو عندك؟ قال له أسري بي. قال له لوين؟ الإسراء مشي بالليل، لوين؟ قال له إلى بيت المقدس. قال له وأصبحت بين أظهرنا؟ رحت ورجعت وأنت بيناتنا اليوم؟ قال له إيه؟ قال له إن جمعت لك قريش تحكي لهم هيك؟ قال له بحكي لهم. راح لعند أبو بكر دغري قال له تعال اسمع صاحبك. قال اليوم انفقت الطبل، يعني ما بقى اليوم ما حد، اليوم رح يتركوا النبي. قال له تعال اسمع. خير؟ قال له صاحبك عم يقول الليلة راح لبيت المقدس ورجع. قال له هو قال ذلك؟ قال له نعم. قال له إن قال ذلك فقد صدق، إذا هو حكى فهو صادق. قال لك وين عقلك؟ وين عقلك؟ لك الواحد بده شهر روحة وشهر رجعة، 30 يوم من روح و30 يوم لنرجع، راح بليلة ورجع. قال له ما هو حكاي؟ قال له يعني صادق. قلت شلون صادق؟ قال له أنا أصدقه بخبر السماء، بيقول لي نزل وحي من السماء بصدقه، لو قال لي طلعت على السماء بصدقه. إيه ما بصدقه إنه راح على بيت المقدس ورجع. فلذلك سمي من ذلك اليوم شو سمي؟ سمي صديقة. هي صاحب النبي فأحسن صحبته، ما وجد أراد يحطوا له نقص إنه تعال شوف النبي، فطلع كل كمال، ما رأى من حبيبه إلا الكمال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صاحبت النبي من شأن المال ولا من شأن الجاه؟ صاحب النبي لله، للدين، للعقيدة. فأحسن صحبة النبي، فلذلك أكرمه الله أن يكون صديق رسول الله في الدنيا وفي الدار الآخرة. الله يرزقنا الصحبة الصالحة ويوفقنا للمحبة المخلصة، أن نكون خالصين لله في صحبتنا، في مجالستنا، لا نطلب إلا الله ولا نقصد إلا الله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة، وأوصل ثوابها وأنوارها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح سيدنا الشيخ محمد أمين، وإلى روح سيدنا الشيخ عبد الغني النابلسي، وإلى روح سيدنا الشيخ محي الدين ابن عربي. اللهم أوصل ثواب ذلك إليهم، واجعلها نورا يتلألأ بين أيديهم. اللهم زد في حسناتهم، وارفع درجاتهم، وانفعنا من بركاتهم، واجعل مثل ثواب ذلك في صحيفة آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وسابقة إلى قبورنا. اللهم ألهم رئيسنا العمل بكتابك والأخذ بسنة نبيك. اللهم وفقه لما فيه الرشد وجنبه الزلل، واغفر لوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أريد الزواج، أرجو منكم دعوة صالحة، أسأل الله العظيم أن يجمعك بزوجة صالحة ترضى عنها ويرضى الله عنها، يجعلها عونا لك في دينك ودنياك. السؤال الثاني، أكون على وضوء فأقبل زوجتي وتقبلني، فهل يفسد الوضوء؟ إذا بدك تصلي لحالك صلاتك صحيحة إذا كان التقبيل لا شهوة فيه، أما إذا بدك تصلي إمام فصلاتك غير صحيحة. اللي بده يصلي إمام بده يتوضأ وإن مس زوجته، خشية أن يصلي وراءه واحد شافعي فتكون صلاته باطلة. أما إذا كنت وحدك والقبلة ما فيها شهوة فصلاتك صحيحة في مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، أن مس المرأة وتقبيلها بغير شهوة لا ينقض الوضوء في مذهب الشافعي.